متتبعي قناه انفاس بريس، صادق مجلس مدينه الدار البيضاء في دوره استثنائيه عقدت اليوم الاربعاء 3 نوفمبر على نقطه مثيره للجدل منذ سنوات طويله ومنذ دخول الدار البيضاء تجربه نظام وحده المدينه، وهي النقطه المتعلقه بمنح المقاطعات، بحيث ان هناك مجموعه من المتتبعين والمراقبين يؤكدون ان المنح التي تخصص الى المقاطعات يعني غير كافيه من اجل لا التدبير المحلي ولا التنشيط الثقافي والترفيهي. هذه النقطه اثرت عاوتاني مجددا في هذه الدوره هذه، على اعتبار ان نسبه 10% التي خصصها مجلس مدينه الدار البيضاء اليوم للمقاطعات ما تتكفيش، اعتبارا ان خلال السنوات الماضيه كانت يتم تخصيص 15%، ولكن تم التاكيد بان السبب هو الظروف الصحيه اللي تتمر بها الدار البيضاء والمغرب عموما والعالم بصفه عامه، على اعتبار انه وقع واحد انخفاض في مداخل مدينه الدار البيضاء بنسبه 6%. تخصص على المنح المخصصه للمقاطعات، وهذه اشكاليه اللي ديما تتطرح، واش هذه المنح اللي تم تخصيص للمقاطعات حاليا تتكفي في تسيير المقاطعه على مستوى التنشيط ولا مستوى التدبير المحلي؟ لا، هو باش نكونوا موضوعيين، هذه المنحه فيها الشق ديال التدبير المحلي وفيها الشق ديال التنشيط المحلي، وهذا هو اللي يوصل سياسه القرب بالنسبه للمقاطعات. اكيد هو ما عمره غادي يكون كافي الا بغيتي تسد جميع الحاجيات ديال سياسه القرب الحقيقي للمقاطعات. وكاين مقاطعه ما بين مقاطعه ومقاطعه كاين نفوات بيناتهم وكاين مفارقات. لهذا كنتمنوا والله في السنه المقبله في مشروع الميزانيه ديال السنه المقبله كنطلبوا من رؤساء المقاطعات كل رئيس على حده باش يشوف المخصصات ديالو الحقيقيه واش ندرسوها، باش نشوف حتى داك لو روبور اللي كيكون عندهم علاش كيبقى داك لو روبور. حيت اليوم دابا الا جينا نقولوا هاد لو روبور اللي باقي عنده رجل المقاطعات باقي عندهم لو روبور، اذا ما تصرفش، اذا هذا تا هو خصنا ناخذوا بعين الاعتبار. ولماذا كاين كما قلنا كاين خصاص في الموارد البشريه، هذه تا هي كاين بزاف ديال النقاط اللي غنطرحوا لها وغنطرقوا لها ان شاء الله فيما قريب. هذه الدوره هذه كانت دوره ديال المخصص المالي للمقاطعات، دازت في جو ايجابي، كان نوع من كان اجماع، ولكن للاسف الطريقه باش تم الاشتغال بها البارحه في اللجنه اننا نبقي على نفس الارقام ديال السنه الماضيه او هذه السنه اللي احنا غادي فيها، ما كتبان ليا ما كاينش شي جديد. ما يمكنش كمقاطعات سيدي مومن اللي هي الثانيه في الدار البيضاء تجيب اقل، تجي في الغلاف المالي المخصص لها اقل من مقاطعات اخرى بحال البرنوصي ومقاطعات اخرى اللي لم لخدنا السكان. عندنا احنا 453,000 نسمه وعندنا مساحه ممتده حوالي 40 كيلومتر او اكثر، وعندنا تجهيزات وعندنا مرافق يكون المخصص المالي اللي هو اقل من مجموعه من المقاطعات الاخرى. لا شفنا الجدول ديال الماليه اللي البارح طرح واليوم تصدق عليه، وبالتالي كان بدنا انه يتم استدراك هذه الهفوه هذه ونعطيو لكل ذي حق حقه، لان هذاك التسيير كان تسيير ديال ناس اخرين، ارقام ديال ناس اخرين بعقليه اخرى برؤيه اخرى. الان كنتمناو انه تجي الرؤيه الجديده، الاستراتيجية الجديدة، الفكر الجديد ديال المكتب المسير والتحالف اللي مكونوا، يمكن نعتبروها يعني مرحلة أو فترة انتقالية في هذا ما تبقى من هذه السنة والسنة الجاية. إن شاء الله السنة الأخرى غنكونوا عند حسن ظن الساكنة سواء في سيدي مومن أو غير سيدي مومن. تم الاحتفاظ بنفس المنحة اللي كانت في السنة الماضية، علاش هذا القرار؟ بالنسبة للاحتفاظ بنفس المبالغ المتعلقة بالمخصص الإجمالي للمقاطعات الممنوح من طرف مجلس جامعة الدار البيضاء، ما ردوه الظرفية الاستثنائية اللي جا فيها الوضع ديال هاد المبالغ المتعلقة بهذا المخصص الإجمالي والمرتبطة بانتخابات أو تجديد العام للمجالس المنتخبة، وبالتالي ما كانش ممكن احترام الأجال القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وهي أنها تتناقش في دورة يوليوز وتتناقش
ترسل المقاطعات باش يبوبوها في واحد الوثيقه محاسباتيه سميتها حساب النفقات المبالغ المرصوده، عاد كترجع لمجلس الجماعه باش يدرجها في الميزانيه ديال في دوره شوتنبر، لان هذا المخصص الاجمالي للمقاطعات تعتبر نفقه اجباريه ملحقه للميزانيه من طرف المجلس الجماعي. لا انا كنظن بانه كانت عندنا 15% وكنا دائما عندنا طموح اننا نرفعوا من السقف ديال هذا الغلاف المالي المخصص للتنشيط، لانه هذه العمليه ديال التنشيط لاننا كتكون كتعنى بالمساله الثقافيه والرياضيه والشبابيه بصفه عامه، ولكن كتعرفوا بانه المغرب والعالم ككل كيعيش واحد الظروف استثنائيه اللي أثرت على المداخل نظرا للإكراهات الصحية وواحد مجموعة ديال التعثر ديال الأنشطة الاقتصادية، وهذا الشيء اللي خلانا أننا اليوم كيف شفتوا داخل القاعة أنه الميزانية كان جات فيها 7% مخصص للتنشيط الثقافي، ولكن جميع الهيئات السياسية أجمعت على أنه لا يمكن أن نتعامل في هذا الموضوع بنقص يفوق تقريبا 8%، ورجعناها الآن كيف شفتوا 10%، على أمل أنه إن شاء الله العالم والمغرب يتعافى من هذه الجائحة اللي أثرت على الاقتصاد بصفة عامة، ويرجع المداخل ديال مدينه الدار البيضاء اللي هي كذلك رشتوا واحد مجموعه ديال الفروق السياسيه اللي نادات بالرفع من المداخل، وخاصه الشركه ديال تنميه الموارد اللي غادي تعقد معها اجتماع، وهذا راه كان مطلب ديال مجموعه ديال الفروق السياسيه باش نشوفوا هذه المساله ديال المداخل، لانه كاين عندنا الباقي استخلاصه اللي هو كيشكل واحد المشكل كبير، ماشي اليوم في هذا المجلس ولكن عبر المجالس المتعاقبة على تسيير مدينة الدار البيضاء، وكذلك نفكروا في تنمية مداخل مدينة الدار البيضاء بأشياء أخرى، وغادي تكون عندنا إن شاء الله مشاركة في اللجان ديال المالية ولا من خلال المجلس باش نكونوا إن شاء الله في المستوى ديال تحسين الوضع ديال مدينه الدار البيضاء في جميع المجالات. طيله السنوات كان العديد من المنتخبين يؤكدون ان المنحه التي قدمها مجلس مدينه الدار البيضاء الى المقاطعات خاص يتم اعاده الاعتبار في المعايير المعتمده في تقديم هذه المنح، لان من مقاطعه ما تتشبه المقاطعه، ظروف تاع مقاطعه تختلف على ظروف مقاطعات اخرى، هذا الامر هذا حسب بعض المنتخبين خاصو يتوضع بعين الاعتبار، لكن هناك من يؤكد انه من اجل اعاده النظر في هذه المعايير لابد اولا من تغيير القانون التنظيمي او تعديل القانون التنظيمي بخصوص هذه النقطه. هذه من بين النقاط اللي تناقشت الان هو اعاده النظر في هذه المعايير المعتمده في توزيع تاع المنح، واش انت تتفق مع هذا الراي ولا لا؟ لا، بالنسبه لاعاده النظر ما يمكن تكون الا بقانون، لان المعايير المعتمده في تحديد الحصه من هذا المبلغ الاجمالي المخصص لاجمالي المقاطعات هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المواد 245 وادناه، ان بالنسبه لحصه التنشيط المحلي أو تعتمد معيار عدد السكان، وآخر إحصاء رسمي للساكنة طبعا بالنسبة لنا احنا هو 2014، وبالنسبة للحصة ديال التدبير الجماعي المعيار هو عدد التجهيزات والمرافق اللي موضوعها هنا إشارة مجلس المقاطعة لممارسة صلاحيته، وبالتالي إعادة النظر في هذه المعايير ما يمكن تتأتى إلا بتعديل ديال القانون. اليوم توزيع المنح اللي كاين مقاييس اللي كتعتمد، وهو كيف قال احد المتدخلين اللي هو عدد السكان والمرافق اللي كاينه في هذا، بالفعل هو كاين جماعات اللي عندها مداخل قويه، وهنا كنقولوا بان وحده المدينه جعلت من هذه الجماعات اللي كانت عندها مداخل قويه انها تحس بانها مظلومه الا درنا واحد التوزيع بالتساوي مع المقاطعات الاخرى. كذلك كنشوفوا بانه المقاطعات الاخرى اللي ما عندهاش عدد السكان وما عندهاش مرافق وما عندهاش مداخل، الا جينا اليوم اننا نقصوا من هذيك المخصص المالي لها غادي نكون كذلك ارتكبنا في حقها واحد الحيف. فاللي كيهمنا اليوم هو مدينه الدار البيضاء، لانه المقاطعات هي مرتبطه فيما بيناتها من حيث الجوار، وانه اي عمل غادي يخصها في واحد النوع ديال التكامل ما بين المقاطعات، وكتبقى جماعه الدار البيضاء انها كتنسق هذا العمل في من حيث الاختصاص ديالها. الرؤساء الاجتماع مع السيد الرئيس ومع المكتب المسير
كل رئيس مقاطعة وكل مقاطعة على حدة، حيث كل مقاطعة كتختلف على مقاطعة، وباش نحيدوا الذاتية على المقاطعة ديالي وأنا، راه كاين معايير كناخدوها، ولا سيما كاين مرسوم اللي حنا ثبتين به لأن ما يمكنش نفوتوه، هو اللي كيعطينا داك لوكو لوطو ولوكوتا ديال كل مقاطعة. ما غاديش نحيدوا هاد المعايير، خصنا معايير اخرى، ولكن الاحتفاظ بها وجب الاخذ به، ماشي احنا حاطينه في القانون. القانون التنظيمي واضح في تدبير الماليه ديال المقاطعات، فهذا الشيء تخاد به بعين الاعتبار مع المستجدات اللي كيعرفها المجال وكيعرف الانسان ديال المقاطعات ديال الدار البيضاء والاحتياجات، لان راه سيدي مومان ولا مقاطعات اخرى بحال الضحاويه الهامشيه من فوق لطوره الهيه، راه احتياجات اكثر من المقاطعات اخرى. انا مع الاحتفاظ انه تكون العداله في التوزيع المالي للمقاطعات 16 ديال الدار البيضاء في اطار نظام وحده المدينه اللي جا كيكفل لنا هذه الضمانه هذه.